معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، إحدى المعارض المهمة جداً للكتاب ليس فقط في الوطن العربي ولكن في العالم. وجود مصر ضيف شرف في هذا المعرض تكريم للثقافة المصرية ودلالة مهمة على أهمية الثقافة المصرية في الوسط الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة. إحنا في الجناح المصري بيضم العديد من الأنشطة، ليس فقط عرض الكتب ولكن هناك مجموعة من الفعاليات الثقافية بتضم ندوات وعروض للأفلام التسجيلية ومعرض للوحات التشكيلية لأهم الفنانين التشكيليين، معرض لنسخ من المخطوطات القديمة المهمة من دار الكتب المصرية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأعمال، الخزف المصري لصندوق التنمية الثقافية. وطبعاً بنصطحب معنا فرقة النيل للآلات الشعبية، وهي فرقة مهمة جداً في مصر للموسيقى الشعبية المصرية، تقدم عروض موسيقية على مدار فترة المعرض كاملة. اولا دعيني ابارك لدوله الامارات على افتتاح معرض الكتاب، معرض ابو ظبي للكتاب، مناسبه ثقافيه اصبحت هي الرائده في العالم. معرض القاهره معرض كبير جدا، وكمان معرض ابو ظبي اصبح التوأم لمعرض القاهره. اهتمام دوله الامارات ان تكون مصر ضيف شرف لهذا المعرض، لهذه الدوره، وكمان شخصيه العام في نفس الوقت من نفس البلد، هو شيء مميز جدا بيدور على اهميه الثقافه المصريه. انا متاكد انه ان شاء الله الجناح المصري والحضور المصري بوجود فرق فنيه وادباء وشعراء وفنانين مصريين هيكون عرس ثقافي كبير. وإن شاء الله نتمنى دولة الإمارات والمعرض الكتاب في أبو ظبي كل النجاح والتوفيق إن شاء الله، ونشكر دولة الإمارات على كل الدعم اللي قدمته لمصر في هذا المجال. لما مصر تكون ضيف شرف معرض أبو ظبي للكتاب، ده تأكيد على المشترك العربي الأصيل وتاريخ طويل من العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية. مصر تحل كأول دولة عربية ضيف شرف لمعرض أبو ظبي دولة الكتاب، وده اختيار ليه دلالة كبيرة جدا، بيعكس المكانة التي تحظى بها مصر في الإمارات والتي تحظى بها الإمارات أيضا في مصر. ولذلك كان هناك حرص على أن تكون المشاركة المصرية مشاركة فارقة وأن تكون مشاركة متميزة، تقدير للإمارات العربية المتحدة وتقديراً أيضاً لدور معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. إحنا في الجناح المصري، الجناح المصري مصمم على هيئة معبد مصري قديم، وهو بيعكس الروح المصرية في أن دور العبادة دايماً هي دور للتعليم والثقافة وليست فقط للعبادة. الانفتاح على الثقافة الإنسانية بشكل عام، مشارك في الجناح المصري بالكثير من القطاعات المعنية بالثقافة والنشر من وزارة الثقافة المصرية، بالإضافة لعدد كبير جدا من دور النشر المصرية المتواجدة في معرض أبو ظبي. السنة دي كمان في برنامج كبير جدا بيقدمه الجناح المصري، بالإضافة للبرنامج المقدم عن اختيار شخصية محورية للمعرض، وهي شخصية الأديب العربي المصري العالمي نجيب محفوظ. طبعا نحن نحتفي بجمهوريه مصر دوله ضيف شرف والشخصيه المحوريه نجيب محفوظ، اضافه الى الاحتفاء بكتاب العالم اللي اطلق لاول مره كليله ودمنا. جميع هذه الاطلاقات تشهد برنامج زخم من ندوات مهنيه او ثقافيه او ورش عمل. برنامج زخم للاطفال والناشئه يترقبكم ان شاء الله في معرض ابو ظبي. ومثل ما نحن نقول دائما، معرض ابو ظبي الكتاب هذه الدوره هي الاجمل والاكبر. كل شيء جميل في ابو ظبي، نتمنى من الجميع حضور المعرض هذا والاستمتاع بما يقدمه لجميع الزوار.